عمار ابن ياسر ابن عمار ابن مالك، أمه سمية رضي الله عنه وعنها وعن ياسر رضي الله عنهم جميعا. أسلم، قال ابن الجوزي رحمه الله، أسلم قديما وكان من المستضعفين الذين يعذبون بمكة ليرجعوا عن دينهم وهو دين الإسلام. أسلم قديما وكان من المعذبين، وكما سيأتي إن شاء الله تعالى هذا الرجل أبلى في الإسلام بلاء حسنا، ومات وقد تجاوز 90 من عمره رضي الله عنه، كما سيأتي ذكر ذلك في موضعه. أحرقه المشركون بالنار ومع ذلك صبر على الإسلام، حتى لما أكره أنزل الله تعالى فيه وفي الحكم العام: من كفر بالله إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. لا حرج على العبد إذا أكره على أن يقول كلمة الكفر أو يقتل بأن يقول كلمة الكفر بلسانه وقلبه مطمئن بالإيمان. شهد بدرا رضي الله عنه، وشهد أحدا، والمشاهد كلها مع النبي صلى الله عليه وسلم. وفي بدر كان هو أول من قاتل وأبواه على الإيمان، وأبواه على الإيمان. قال ابن الجوزي رحمه الله: سماه النبي صلى الله عليه وسلم الطيب المطيب، وهذا في حديث نذكره إن شاء الله تعالى بعد قليل. وعمار ابن ياسر رضي الله عنه من المبشرين بالجنة، ومن المبشرين بالجنة، بل العبد المؤمن في هذه الحياة الدنيا يشتاق إلى الجنة، لكن عمار رضي الله عنه من الثلاثة الذين تشتاق إليهم الجنة كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث في صحيح الجامع للألباني رحمه الله تعالى، وهو في سنن الترمذي. قال النبي صلى الله عليه وسلم من رواية أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الجنة تشتاق إلى ثلاثة، إن الجنة تشتاق إلى ثلاثة. حديث في صحيح الجامع وفي سنن الترمذي: علي وعمار وسلمان رضي الله عنهم جميعا، علي وعمار وسلمان. وهذا فضل عظيم من الله سبحانه وتعالى. ومما يحدو العبد إلى فعل الطاعة وترك المعصية أن يتذكر الجنة، ونحن في غفلة من هذا الأمر، وهو تذكر الجنة وتذكر النار. وقد ذكر الله الجنة في القرآن ورغب فيها، وقال: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، وقال: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أُعدت للمتقين. رغب في الجنة، والعبد إذا رغب في الجنة فإنه يزهد في الدنيا. إذا نظر إلى مساكن أهل الدنيا يتذكر الغرف العالية المبنية في الجنة، لبنة من ذهب ولبنة من فضة، وهكذا. إذا نظر إلى نساء الدنيا أو تذكر نساء الدنيا وتذكر زينة النساء وجمال النساء، تذكر الحور العين وما عده الله في الجنة لعباده من النعيم. إذا رأى المجالس التي فيها الأنس مع الإخوان ومع الأصحاب وتذكر مجالس الجنة وفيها الأنبياء والرسل وفيها الصحابة وفيها الأخيار، فإنه يزهد في الدنيا. ولذلك من أسعد الناس الذي يشتاق إلى الجنة،
ويتذكر الجنة ليلا ونهارا لا يغفل عنها، ويتذكر النار، فإذا تذكر النار خاف من عذاب الله فابتعد عن معصيته سبحانه وتعالى. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. إن الجنة تشتاق إلى ثلاثة، ولذلك الجنة جاءت فيها أحاديث عجيبة. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الترمذي: من سأل الجنة، من سأل الله الجنة ثلاثا قال: اللهم أدخلني الجنة، اللهم أدخلني الجنة، اللهم أدخلني الجنة، قالت الجنة: اللهم أدخله الجنة. في سنن الترمذي. ومن استجار بالله من النار ثلاثا قال: اللهم أجرني من النار، اللهم أجرني من النار، اللهم أجرني من النار، قالت النار: اللهم أجره من النار. في سنن الترمذي، وهو ثابت كما قرر الألباني رحمه الله تعالى. قال: وعن علي قال: جاء عمار يستأذن على النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث في مسند الإمام أحمد وفي الترمذي، وهو أيضا في صحيح الجامع. قال: جاء عمار يستأذن على النبي صلى الله عليه وسلم فقال، أي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذنوا له مرحبا بالطيب المطيب، مرحبا بالطيب المطيب. والزول يا جماعة لما يكون طيب، مش طيب دي بتاعتنا دي بس، يعني زول مسكين وزول كذا وزول هين بس. طيب ده ما معناه خلاص، زول الطيب ده أقرأ القرآن: الذين تتوفاهم الملائكة طيبين، في سورة النحل. ده بموت حسن خاتمة. والزول الطيب ده بيدخل الجنة. قال: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها: سلام عليكم طيبتم فادخلوها خالدين. والزول الطيب الله بوفقه في حتى في الدنيا، تلقى كلامه طيب، تلقى أولاده يطلعوا محترمين، والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا، وتلقى زوجته من أطيب الناس، والطيبات للطيبين، والطيبون للطيبات، أولئك مبرؤون مما يقولون. طيب، أيضا من فضائل عمار التي جاءت في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن عمارا ملئ إيمانا من قرنه إلى قدمه. إن عمارا ملئ إيمانا من قرنه إلى قدمه. هذا لفظ أبي نعيم رحمه الله في الحلية. أما الذي ذكره الألباني رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن عمارا ملئ إيمانا إلى مشاشه، يعني من رأسه إلى قدميه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. والعبد إذا امتلأ إيمانا فإنه يبعد من الفتن، وإذا امتلأ إيمانا فإنه يأمن من عذاب القبر، يؤمنه الله، يثبته الله، فيجيب عند سؤال الملكين: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. والمؤمن منصور، المؤمن منصور: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. طيب، من فضائل عمار رضي الله عنه أنه كان في الدنيا زاهدا، بل كان حزينا لا يفرح بفرحها ولا يتعمق في ملاذها،
رضي الله عنه. قال ابن الجوزي رحمه الله عن خالد بن سمير قال: كان عمار بن ياسر طويل الصمت، شوف الصفات دي، طويل الصمت، طويل الحزن والكآبة، وكان عامة كلامه عائذا بالله من فتنة، رواه أحمد. لثلاثة أشياء: طويل الصمت، زي ما في البخاري ومسلم، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وإن كان الأصل كما قال ابن عثيمين رحمه الله أن يتكلم بالخير، ده أفضل من السكوت. إن تتكلم بالخير، تسبيح والاستغفار وتلاوة القرآن وكذا وكذا، يعني ما تكون قاعد بس ساكت، تسبح تستغفر تتلو قرآن. كثير من الناس ساعات الطوال بس بيكون ساكت قاعد، لكن الصمت يمدح صاحبه إذا كان في موضع الكلام فيه فيه شر، الكلام في ذلك الموضع شر، أو يقود إلى الفتنة، أو يفتح باب مهلكة، أو باب شقاق وخصومة لا فائدة فيها. فإنت الناس إذا بيتكلموا ساي أمسك لسانك واذكر ربك سبحانه وتعالى. طويل الحزن والكآبة، والإنسان إذا تألم في الدنيا وحزن وهو يحسن الظن بربه ويرجو ما عند الله، فإن الله يعوضه الخير يوم القيامة. لكن لو بتحزن وتجيك الكآبة في أمر دنيا وإنت متضايق من القدر ولا تحتسب الأجر عند الله تعالى، فلا فائدة. واحد تلقى حزين شهر، مالك؟ لك والله البيت الفلانية وكنت دائرة والزوجة فلان، تلقاه يبكي. واحدين يشغلوا غنى كمان، والله نحن تكلمنا في الغنى في كم مقطع، ناس لما يستحضروا ذاته الغنى برضو خشيته فيه، قالوا وما ما لخبط الغنى بتاع لخبطة زي، واحدين تلقاهم يبكوا، واحدين وين، واحدين ايه، واحدين مالين قلوبهم احزان، يا اخي ركشة تلقاها ترجف براء من الغنى. الحاصل شنو؟ البلد كافتيريا تمشي يشغل لك غنى، وهم بيسمعوا الغنى داير يفرحوا وهم بيحزنوا. زول الفنان ذاته تلقاه بصرخ حزين، هو ذاته حزين، تلقاه الفنان ذاته مرات يبكي ذاته. واحدين يقول لك بكى فلان في الغنى، واحدين يتدردق، واحد يهز في راسه، الحاصل شنو ذاته؟ واحدين يكوركوا، واحدين يسووا، ويتقطعت جوا. انت مالك ما تقطع وتقطعنا معاك؟ انت ما تقرا قران وتسبح وتستغفر وتستفيد؟ لكن انسان يحزن اذا وقع في المعصيه، بتحب هذه تزوجها واحد ثاني، خلاص مع الموضوع ده، ما خلاص كان ذلك في الكتاب شنو؟ مسطوره، خلاص يتزوج لك واحد ثاني، بس انتهت الدنيا. انت قايل ده اجمل مراه في على وجه الارض، ولا قايل اكثر بيت يعني كلام على وجه الارض، ولا اكثر بيت يعني غنيان على وجه الأرض؟ الدنيا دي من آدم عليه السلام إلى الآن كم مرأة جميلة ماتت والدنيا ما وقفت، وكم من إنسان تعلق بفلانة وتزوجها فلان، يعني خلاص الدنيا. شكل المؤمن ده بيرتاح لما يفقد حاجة من حاجات الدنيا، ما بيمشي يسكر ويبلع الحبوب زي الشباب ديل، ويلف سورو ويسمع في الغنى، وتلقاه قاعد في البحر يجدع في السمك، عكرت السمك ذاته مالك ماله، وتلقاه زهجان مال الحاصل شنو؟ والله يقول لك يا اخي انا ودوني شاكوش، ده اصله شاكوش ولا داند يا اخي، لا في بال بلد، استغفر وسبح واعرف انه ده قدر البيت دي قبل ما يخلقوها، الله كاتبه يتزوجها فلان. انت مالك حزين ومتضايق؟ انت من البدايه ليه بتعلق قلبك ساي؟ ولذلك الإنسان يتقي ربه. قال تعالى في القرآن: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب. والله أنا ما بعرف غايته في الدنيا دي كلام،
بيريح الزول في المصائب زي الآيتين دي. والله ما أي مصيبة تجيني في الأرض دي بس أقرأ الآيتين دي برتاح جدا. لو ولدك مات، لو أبوك أمك أهلك، صحيت من الصباح عندك دكان اتحرق، عندك عربية طقشوها، عندك مصيبة جاتك مريضة ما شوف حصليك لقوا عندك فشل كلوي كذي، ما تياس ما تتضايق، بس أقرأ الآيتين دي مش تقرأين بس هنا، فكر فين يعني دبري. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب، عشان ما تزعلت كله مكتوب، إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، من قبل أن نخلقها كتبها الله تعالى. إن ذلك على الله يسير. ليه؟ لكي لا تأسوا، ما تأسى ما مكتوب، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. والله الآيات دي بتطمن الزول وتريحه تماما. عندك تجارة خسرت، عندك دراسة، سافرت برا البلد وأهلك منتظرينك هنا وما نجحت، ما تتألم، مكتوب. دار تتزوج بنت خالك، جاء واحد معلم عنده براده بقى مارق، ما تتضايق، انت تتحمل وتصبر وتحتسب، في النهاية ما في شيء بضيع ساي، تلقى قدام، إذا احتسبت بتلقى قدام. طيب، من ورع عمار رضي الله عنه ما ذكره ابن الجوزي رحمه الله، قال عن عامر قال سئل عمار عن مسألة رضي الله عنه فقال هل كان هذا بعد السؤال ده حصل، يعني الشيء اللي تسألته منه ده حصل، زي الزول اللي بيقول لك مثلا يقول لك ما حكم من قتل والده بالجوع، يعني جوع والده خات في شقة ومشى تأخر لما والده مات، هذا حكمه شنو؟ المسألة قبل ما تحصل قال لهم هل هي حصلت ولا ما حصلت؟ قال لهم هل كان هذا بعد؟ فقالوا لا. بنسأل ساي ما حصلت لكن بنتوقع يعني وبنسأل. قال فدعونا حتى يكون، دعونا حتى يكون، فإذا كان تجشمناها لكم، تجشمناها لكم. أزي قال لهم تراوني احنا ساكتين لكن المسألة بعد تحصل أسألونا، أو بعد يعني تبدأ مقدمات إلى آخره مقدماتها، سلوا تجشمناها لكم، يعني ننظر في كتاب الله وفي سنة رسول الله ونجتهد ثم بعد ذلك نجيبكم. وده ما فيها فائدة كبيرة جدا. كثير من الناس الليلة بيفتوا، ولو ما زال بتاعت عمارة شقت ولا عيني تورمت ولا كذا ما بيفتوا فيها، ولا عربية خسرت تلقى البوكسي فيه 10 أنفار، اخسر العشرة بطرفوا بجنبه يقعدوا يقول لك شوفوا له ميكانيكي، وده جاز كمان، ده من هبشو بوكسي جاز هبشو زايف وطرمبة وحاجات وبلاوي، يقول لك تقول له يا جماعة تعالي شوف، يقول لك يا زول شغل ده معقد، دار ليه زول بيعرفه، عمارة تشقت يقول لك شوف لا مهندس، عيني تورمت ما بيمشي له بتاع دروس، مشي دكتور بتاع عيون. لكن بما تذكر مسألة في الدين طوالي بخشوا فيها، بل أحيانا يتكلمون في النوازل التي يتصبب فيها عرق وجبين العالم. العالم يقعد ويقرأ ويخاف ولما عرق ويجي هون يزعلون ولا يجي، تلقى بمزاج عين كذا يقول لك والله ظننا كذا غايته، ما في شيء ما في شيء. كيف؟ قال تعالى في القرآن ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقال تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق
وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. شي ما عندك في علم ما تفتي فيه ولو انت شايفه بسيط. وقت دخل زول دخل المسجد وبعد الصلاة لقى في توبه نجاسة، ها صلاته كيف؟ هو ما قرأ المثل ولا عارف. يقول لك يا أخ والله غايته الشغلة دي، ما تقول غايته، قول الله أعلم. قال ابن مسعود رضي الله عنه كما في كتاب العلم لأبي خيثم النسائي: إن من العلم أن يقول الذي لا يعلم الله أعلم. إن من العلم، ده دليل على إنه الزول ده بخاف الله سبحانه وتعالى ويخشى الله. إن من العلم أن يقول الذي لا يعلم الله أعلم. ولو قلت ألف مرة ما بضرك، يعني إلا بس يقولوا أي مسألة بيسألوها له بس بيجاوبها. عشان كده مرات تلقى الواحد يجيب له جواب إنجلوا ساي ولا يفكر يجيبه، بعد شوية يبدأ يأصل له، بعد شوية يضل يزيد في الدين ويتعصب له وتبقى حزبية وأشياء كثيرة جدا. كده انت خليك مع الكتاب والسنة وما كان عليه الصحابة. يتعلم، سألوك كل في مسألة ما عارفة قول الله أعلم، ولا بنمشي نسأل ليكن، بنمشي نشوف كذا كذا كذا. علماء كبار جبال يا أخي بيسألون واحد بيقول الله أعلم. ابن القيم ألف كتابا كاملا اسمه إعلام الموقعين عن رب العالمين. لما تفتي كأنك توقع عن الله سبحانه وتعالى، ده أمر عظيم. إذا كان جبريل عليه السلام بينزل من السماء للأرض بآية في مسألة بس، إنت مسألة ومسألتين وثلاثة لا عندك دليل، لا عارف الحكم شنو ولا كيف تفتي، الموضوع خطير. طيب، عمار رضي الله عنه كان من المخلصين في دين الله تعالى، ولذلك الموفق من يخلص في أقواله وأفعاله وفي مواقفه. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. موضوع الإخلاص ده إن شاء الله في الكتاب ده بجينا كثير جدا إن شاء الله في أقوال السلف إن شاء الله تعالى. والأثر اللي أنا دار أذكره ده قبل ما نختم سيرة عمار رضي الله عنه، الأثر ده بيرد على الناس اللي بيقولوا الصحابة اقتتلوا في السلطة يقتتلوا في الدنيا. شوف الصحابة ده نيتهم شنو. قال ابن الجوزي رحمه الله عن سعيد ابن عبد الرحمن ابن أبزة عن أبيه اللي هو عبد الرحمن عن عمار بن ياسر عن عمار بن ياسر رضي الله عنه وعن أبي أنه قال وهو يسير إلى صفين إلى جنب الفرات، قال شوف الكلمات دي جميلة كيف، وكلمات وفق صاحبها وهو عمار رضي الله عنه وفيها علم غزير، والله الذي لا إله غيره علم غزير ونية فيها لب الدقة في التوحيد والإخلاص. قال اللهم لو أعلم، اللهم لو أعلم أنه أرضى لك عني أن أرمي بنفسي من هذا الجبل فأتردى فأسقط فعلت. يا الله لو أنا بعلم إنه برضيك أقع من الجبل ده وأموت بطلع فوق وأقع. شوف هي ما مقدمة، دار يقول كلمة معينة. ولو أعلم أنه أرضى لك عني أن ألقي نفسي في الماء فأغرق نفسي فعلت. طبعا الله ما بيرضى. وإني لا أقاتل، يعني الأشياء دي أنا ما بعلم إنها بترضيك، وفعلا هي ما بترضي الله، لو بترضيك أنا كان فعلتها. أقع من الجبل ولا أقع في شنو؟ في البحر، وهو يمشي إلى جنب الفرات. قال شنو؟ وإني لا أقاتل، الكلام ده في شنو؟ صفين. وإني لا أقاتل إلا أريد وجهك،
إلا أريد شنو وجهك. ذا كلام صحابي، الصحابة ثقات ولا ما ثقات؟ وما بيتكلم عن غيره بس، بيتكلم عن نفسه. يعني أنا لما قاتلت، مع أنه قتال فتنة عصم الله منها سيوفنا فلنعصم شنو ألسنتنا، ومع ذلك هو يريد شنو وجه الله تعالى، لا يريد عرضا من عرض شنو الدنيا. هو قاتلوا فيها عمره 93 سنة، يكون دائرة الدنيا كيف؟ زول عمره 93 سنة دائرة الدنيا كيف؟ وإني لا أقاتل إلا أريد وجهك، وأنا أرجو أن لا تخيبني وأنا أريد وجهك، وأنا أرجو أن لا تخيبني وأنا أريد وجهك. قال ابن الجوزي رحمه الله، قال أهل السير: قتل عمار بصفين مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعنهم جميعا في سنة 37 من الهجرة، وهو ابن 93 سنة. انتهت سيرته رضي الله عنه. إذا يا جماعة فائدة عظيمة جدا، إذا كان عمار رضي الله عنه في هذا الطرف وفي هذه الطائفة العظيمة يقول إني لا أقاتل إلا أريد وجهك، ومعاوية رضي الله عنه في الطائفة العظيمة الأخرى في سير أعلام النبلاء يسأله أبو مسلم الخولاني رحمه الله ومعه نفر، قال ابن الجوزي قال الذهبي رحمه الله: أنت أحق بالأمر من علي، الأمر إذا شنو الخلافة والسلطة والإمارة. قال: لا والله إني لأعلم أنه أحق بالأمر مني، لكن تعلمون مكانتي من عثمان، أريد دم عثمان رضي الله عنه جميعا، وعلي أيضا يريد دم عثمان، إلى آخر ما ذكر رضي الله عن الجميع. درد يا جماعة، إذا كان الليلة كل يومين ثلاثة أهل الدجل وأهل الكذب، أهل الدجل والكذب والتمويه والتدليس، والذين يسبون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الروافض والشعبيين ناس الترابي، وأولئك السبب، أولئك السفلى الذين في الفتيحات وفي غيرها أتباع محمد مصطفى ومعهم قائدهم قبحه الله ذلك القصير علما وورعا وخلقا قاتله الله. الناس ذي الليلة يا جماعة بقعوا في الصحابة، بقعوا في الصحابة، وديل صحابة. أنا لو العلماء ديل كلهم، عشان ما واحد يقول فلان جاب كتب، كل يومين يقول لك محمد مصطفى جاب كتب ويفتش فيها، يفتش هو وجماعته يفتشوا له كل يومين ثلاثة، يقول لك جاب كتب، شوف مو جبت كتب بالراحة كده، مو جبت كتب. لو جبت العلماء كلهم من أول لآخر، العلماء جد النقل التواريخ بعد الصحابة، رصيتهم كلهم مع الاحترام لهم، وكلهم قالوا ديل اقتتلوا في السلطة. منهم ناس علي ومعاوية رضي الله عنهم وغيره، وجاء معاوية وقف قال: يا جماعة والله أنا ما قاتلت في السلطة. وناس التاريخ كلهم قالوا قاتل في السلطة. أنت بتصدق من كذا بالراحة كذا، عشان ما كل يومين يقول لك جاب شنو، جاب كتاب وتدليس، هاي تدليس وتلبيس، والله الذي لا إله غيره. أنا عندي أثر عن معاوية رضي الله عنه، ده من أقوى الاستدلالات، من أقوى الاستدلالات، ما أقوى دليل، لأنه أقوى دليل القرآن: يبتغون فضلا من الله ورضوان. لكن من أقوى الاستدلالات، أي زول ناقش واحد من هؤلاء الكذبة ومن هؤلاء السببة ومن هؤلاء الشرات ومن هؤلاء
الذين قبح الله وجوه، أسأل الله يقبح وجوههم. أي زول ناغشن، أي زول ناغشن لما فيهن، أنت ما تناغشن، هما ناس مرض ساي، ناس حاب هوى. لكن لو لميت فيهن وناغشتهن بشيخنا الكبير، بس أسألهم سؤالين بس، قولون الصحابة ذيل عندكن عدول ولا ما عدول؟ ولقوا عدول، ده السؤال الأول. السؤال الثاني، أعلم بنية معاوية، معاوية ولا الناس اللي كتبوا التاريخ؟ من اللي بتستدل بهم أنت، أعلم منه؟ أعلم معاوية. إذا معاوية عدل عندك، قال لك والله إني لأعلم أنه أحق بالأمر مني. ثاني في شو؟ أقسم صحابي جليل رضي الله عنه. أنت لو عندك عدل الصحابي ده، ده كلامه، تصدقه ولا تصدق دين؟ كل يومين يا كتب وجايب اللون شبه وبلاوي. ونسأل الله العافية، صدق الله، ولتصغى إليها أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. زول إذا كان في فتنة تراه بقع فيها، كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها قدر ما خلاص. الواحد داير يمرق يجيبوا لك تابين ثلاثة الرب تاني يتلجن، ولازم يصدق. صدق، نحن تراه مع معاوية رضي الله عنه، ومع علي، ومع الصحابة، ومع القرآن، ومع السنة، وندافع عنه إلى الموت إن شاء الله تعالى.